نشكر الله أنه قيد لنا الحسين وأتباع الحسين، وخاصة اليوم الذين بنوا أول ثورة إسلامية في العالم. هنالك معركة آخر الزمان بين الحق والباطل الذي سيقودها الإمام المهدي عليه السلام بوجود السيد المسيح عليه السلام. إنما هناك فريقان، فريق يمثل الحق كل الحق وفريق يمثل الباطل كل الباطل، وقدر الله عز وجل لهذا الفريق أنه سينتصر وسيؤسس إلى دولة الرسالات السماوية والعدالة الإلهية ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رأيت الحب عند الجماهير الذين يزحفون بالملايين، الذين يبكون على الحسين كأنهم يبكون على آبائهم وأجدادهم دمعا مدرادا، وأرى هذا الحب بين الذين يؤمنون بالحسين والذين يتبعون الحسين. وأظن أنا بكل تواضع أن هذه الأمة وهذه الدولة الذين يصرخان لبيك يا حسين هم القادرون والمؤهلون بالحب لربهم ولرسولهم ولحسينهم، قادرون أن يبنوا الحضارة الإلهية التي تؤمن العيش الكريم للإنسان والبعد الإلهي.